بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم يا جماعه الاستاذ محمد عقل مدرس الكيمياء. هنتكلم النهارده على منهج ثالثه ثانوي، خاصه الباب الثالث اللي هو اسمه الاتزان الكيميائي. بس انا هخص بالذكر قاعده غايه في الخطوره اسمها قاعده لو شاتليه. ده عالم فرنسي يا جماعه. القاعده دي بالتحديد يعني صعب ان امتحان الثانوية عامة يخلو منها، صعب جدا على فكرة. طيب يا استاذ، هي قاعدة لو شاتليه بتقول ايه؟ انا هقول بصراحة ان القاعدة تعرفها قاعدة لو شاتليه. لو شاتليه بتقول ايه؟ القاعدة دي يا جماعة بتقول لي اذا حدث تغير في احد العوامل المؤثرة على نظام في حالة اتزان، مثل درجة الحرارة والضغط والتركيز، اللي يحصل فإن النظام ينشط في الاتجاه الذي يقلل أو يلغي تأثير هذا التغيير. قاعدة خطيرة جدا 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 جدا، قاعدة لو شاتليه دي يا جماعة موجودة على طول في الامتحانات. طب يا أستاذ اقرأ تاني كده. إذا حدث تغير في أحد العوامل المؤثرة على النظام في حالة اتزان، زي إيه يا عم؟ عشان لو قال لك العوامل اللي بتأثر على النظام في حالة اتزان هتقول له زي درجة الحرارة والضغط والتركيز، إيه اللي يحصل؟ قال النظام ينشط في الاتجاه الذي يقلل أو يلغي تأثير هذا التغيير. أقول لكم مثال بسيط خالص. لو أنا واحد يا جماعة واقف متزن أهو، فجي واحد لا قدر الله يضربني بالسكينة في بطني. طب السكينة جالي من هنا، السكينة دي مؤثر خارجي. هل أنا بقى لما أنشط، أنا هتحرك أكيد، هل أنا لما أنشط حضرتك في الاتجاه أخش ببطني في السكينة؟ يعني ازود المؤثر، ولا اكيد هنشط في الاتجاه اللي يقلل المؤثر عليا، وبالتالي طبعا يا جماعه ابعد عنها. هو ده اللي بنتكلم فيه. يبقى لازم انشط في الاتجاه اللي يقلل المؤثر عليا، ده طبيعي جدا، ده حاجه منطقيه. طيب يا استاذ لو عندك شويه ملخصات او كلام يجيب من الاخر قوله لنا لو سمحت. حاضر، هنتكلم مع بعض دلوقتي حالا يا جماعه. لو قال لي ايه اعمل ايه مباشره كده، لو انا اتكلمت اول حاجة على التركيز، اكتبها حتى هنا التركيز. حاضر، لو اول حاجة قلت واحد، لو قال لي زيادة تركيز احد المتفاعلات، يعني قال لك زود تركيز احد المتفاعلات، هتعمل ايه؟ هتقول له ينشط من الاخر كده في الاتجاه الطردي. ها تمام. طب لو قال لك تقليل تركيز احد المتفاعلات، منطقيه جدا، هتقول ينشط في الاتجاه مين؟ العكسي، مش كاتبها خلاص. طب يا استاذ ماشي. طب اتنين في التركيز، لو قال لك زياده تركيز احد النواتج، هتقول له ينشط في الاتجاه العكسي. خلاص يا استاذ. وبالتبعيه لو قال لي تقليل تركيز احد النواتج، يبقى انا هقول له ينشط في الاتجاه اكيد الطردي، عكست الكلام، يبقى مش مضطر اكتبها لك. طيب يا استاذ اللي بعده، هنتكلم على درجه الحراره. وفي درجه الحراره انا هديك جمله مفيده جدا على فكره يا جماعه. ايه هي؟ في جمله اسمها تبريد طارد طردي. شفت الجمله الجميله دي؟ تبريد طارد طردي، دال دال دال، دي معناها ايه؟ ان لو عندي تفاعل طارد وعملت له عمليه تبريد ينشط في الاتجاه الطردي. لو عندي تفاعل طارد وعملت له عمليه تبريد ينشط في الاتجاه الطردي. طب يا استاذ ماشي، نتكلم بقى مع بعض. ان تفاعل نوعين، في حاجه اسمها تفاعل طارد للحراره، ده اعرفه منين ده يا استاذ؟ قال لي لما تبقى الدلتا اتش باشاره سالبه، او النواتج مكتوب جنبها زائد هيت او انرجي، ده لو كان طارد. طب ايه يا استاذ هنعمل ايه؟ قال لي انت قلت تبريد طارد طردي، يبقى انت عارف ان تفاعل الطارد لو عملت له تبريد يمشي طردي، يبقى حبيب قلبي هنقول اهو تبريد يمشي طردي اهو، خلاص ما هي مكتوبه. طب يبقى اعكس بقى، خلاص لو تسخين رفع الحراره يعني اكيد هينشط في الاتجاه العكسي. كلام جميل ده في الطارد. طب لو التفاعل ماس،
هعرفه منين يا استاذ؟ قال لي الدلتا اتش للتفاعل تكون باشاره موجبه او النواتج مكتوب جنبها ناقص هيت. طيب يا استاذ حلو قوي، نعمل ايه؟ قال لي حاضر، اعكس الكلمتين دول. يعني ايه؟ يعني لو قال لي تبريد انا هقول له ينشط في الاتجاه العكسي، ولو قال لي تسخين هنشط في الاتجاه الطردي، حسب الكلمتين اللي قدامي دلوقتي حالا دول. اخر حاجه بعد التركيز ودرجه الحراره هتكلم على الضغط. طيب يا استاذ بالنسبه للضغط، حاضر، في برضه هنحفظ جملتين. الجمله الاولى بتقول ايه؟ قال لي زياده الضغط على تفاعل غازي متزن ايه اللي يحصل؟ قال لي ينشط في الاتجاه، انا ولا هقول طردي ولا عكس عشان مش تظلم، انا هقول ينشط في الاتجاه الذي يقل فيه الحجم، يعني الحجم الاصغر. الحجم الاصغر تخيلها كده، لو انت ماسك سفنجه في ايدك وبتدوس عليها بتزود الضغط عليها، ايه اللي بيحصل لها؟ حجمها بيقل. كده انا تمام التمام وفهمتك. يبقى زياده الضغط على تفاعل غازي، ولازم يكون غازي، الضغط لا يؤثر الا على الغازات يا جماعه. قال لي تفاعل غازي متزن هينشط في الاتجاه الذي يقل فيه الحجم، لازم اروح ناحيه الحجم الاقل اي عدد المولات الاقل. طيب لو عكستها اكتبها لنا يا استاذ. حاضر هكتبها لك. لو انا قلت مثلا يا جماعه، طب لو قلنا تقليل الضغط ايه اللي يحصل؟ قال لي تقليل الضغط على تفاعل غازي متزن، اعكس الكلام، اكيد هينشط في الاتجاه الذي يزيد فيه الحجم. كلام منطقي جدا، اكيد عكسته يعني. طب تمام جدا يا استاذ، ممكن تدينا مثال؟ حاضر، المثال اللي هكتبه لكم دلوقتي حالا، بص معايا كده فيه، انا هسيب دول على السبوره لانهم غايه في الخطوره وباختصار شديد. هم لو انا بتكلم يا جماعه، وضح تاثير العوامل التاليه على اتجاه التفاعل، يعني تقول لي هيمشي في الاتجاه الطردي ولا العكسي. التفاعل هو N2 plus 3H2 equal to NH3، والدلتا H بتاعت التفاعل دوت بتساوي سالب. سالب كام؟ والله ولا يفرق معايا، هي عموما 92 كيلو جول، بس انا ما يهمنيش القيمه، انا يهمني انها باشاره سالبه عشان تفتكر ان لما دلتا اتش تكون سالب يبقى التفاعل طارد الحراره. طيب يا استاذ العوامل ايه هي لو سمحت؟ حاضر، واحد اول حاجه زياده تركيز، نبدا بالنيتروجين. اتنين اضافه المزيد من الهيدروجين. ثلاثه زيادة تركيز النشادر. أربعة، اسمع بقى في اللي جاي، هنتكلم على حاجة جديدة. إيه هي؟ زيادة درجة الحرارة، يعني التسخين. حاضر. خمسة، هتبقى تقليل أو خفض درجة الحرارة، يعني التبريد. تمام. طب خش على حاجه كمان، ايه هي؟ قال لي ستة، ممكن نتكلم على زياده الضغط، يعني لما نعمل هاي بريشر. طيب يا استاذ سبعة، قال لي لما نتكلم عن تقليل الضغط. ملحوظه صغيره، زياده الضغط ممكن يقول لك تقليل حجم الوعاء. طب تقليل الضغط ممكن يقول لك زياده حجم الوعاء، نفس المعنى. هزود لك واحدة كمان إجابتها ثابتة باستمرار، وهي لو قال لك إضافة عامل حفاز. هدية اللي وضع الامتحان ليك إضافة العامل الحفاز دي. ليه؟ لأن العامل الحفاز يا جماعة إجابتها دايما في تأثير العوامل الخارجية أو قاعدة شاتليه، هتقول له لا يؤثر، دي ثابتة، فكرش، ما تبصش التفاعل. أول ما يقول لك إضافة عامل حفاز قول لا يؤثر، مش عايز أعرف. طب تمام، بالنسبة بقى النقط ديت هنمشي نقطة نقطة. التلاتة اللي في الأول اللي بالأزرق دول أنا اتكلمت فيهم على التركيز.
طب يا استاذ يلا نبدا الاجابات. حاضر. طب زياده التركيز الان 2 هو الان 2 ده ايه؟ متفاعلات. وانت قلت زياده التركيز احد المتفاعلات ينشط ايه؟ طردي. خلاص يا استاذ طردي خلاص. طب اللي بعدها اضافه المزيد من اتش 2، ما هي اضافه المزيد هي زياده التركيز بس بقولها باسلوب مختلف. طيب يا استاذ الاتش 2 ده فين؟ الله ده في المتفاعلات، وانت قلت لنا زياده التركيز احد المتفاعلات ينشط طردي، يبقى الاجابه هنا برضو طردي. طيب نتكلم على النشاد الان اتش 3، الان اتش 3 ده احد النواتج، وانت قلت زياده التركيز احد النواتج ينشط عكسي، يبقى الاجابه هنا عكسي. طيب ماشي، نتكلم بقى عن درجه الحراره. اه تمام، اسمع معايا كده اللي انت حافظه دلوقتي حالا. يبقى كنا بنقول زياده تركيز النشادر بما انه احد النواتج، فانت قلت لنا ينشط في الاتجاه العكسي، يبقى الاجابه هقول عكسي على طول. طيب زياده درجه الحراره وخفض درجه الحراره، لا انت بتتكلم عن درجه الحراره. طب الاول لازم تحدد نوع اذا كان طارد ولا ماس. طب هرجع بقى للتفاعل، دلتا اتش باشاره ايه يا ابني؟ سالبه، يبقى التفاعل ده طارد يا استاذ. وانت مغمض عينيك اسمع، زياده درجه الحراره اللي هو التسخين، اه تسخين تفاعل ايه؟ طارد، يبقى ينشط ايه؟ عكسي. طب خفض الحراره يعني تبريد، والتفاعل طارد، تبريد تفاعل طارد بيمشي ايه؟ طردي. برافو عليك. طب فاضل مين؟ اه الجزء بقى اللي مش بيحبه الطلبه اللي بتحفظ، ده عايز واحد بيفهم. زياده الضغط او تقليل الضغط؟ لا تعالى لي، زياده الضغط انت قلت بينشط في الاتجاه اللي يقل فيه الحجم، انا ما قلتش طرد ولا عكس، قلت يقل فيه الحجم، يبقى لازم نحسب عدد المولات. طيب هنا 1 مول في المتفاعلات والنواتج 2، اسف المتفاعلات 1 مول و3، يبقى الاجابه 4 مول، يبقى انا عندي المتفاعلات 4 مول، اما النواتج لا 2 مول بس اللي هم دول. طيب يا استاذ بما ان انت دلوقتي بتقول زياده الضغط ينشط في الاتجاه الذي يقل فيه الحجم، مين الحجم الاقل، الاربعه ولا الاثنين؟ مش سامع. ايوه برافو عليك، الاثنين هي الاقل، يبقى انت رايح يمه الاثنين، يعني تقول له ينشط في الاتجاه الطردي. طب اللي بعدها تقليل الضغط او زياده حجم الوعاء؟ طبعا تقليل الضغط انت قلت بينشط في الاتجاه الذي يزيد فيه الحجم، يزيد فيه الحجم. طيب يا استاذ الحجم الاكبر الاربعه ولا الاثنين؟ اكيد طبعا مش محتاج الاربعه طبعا، يبقى انا راح يمه الاربعه، الاربعه دول ايه؟ الاتجاه العكسي، يبقى هنا اقول له ينشط في الاتجاه العكسي. ودي كده ملخص سريع لقاعده لو شاتليه اللي دايما بتجينا في الامتحانات، واعتقد انها غايه في الاهميه ولا يخلو امتحان ثانويه عامه تقريبا منها ابدا. والى لقاء اخر في حصه قادمه.